which is and frictional forces on forces on flat bills. الويج ايش هي الويج؟ الويج هي simple machine in which a small force P is used to lift large weight W. الويج اللي هي لو كان في عندنا هون جسم كبير وجنبه هون جدار على سبيل المثال بدنا نحمله بطريقة معينة نحط هون هاي الوج أو دعامة صغيرة هيك بنعرض لها فورس صغيرة عشان تحمل الدبليو الكبيرة هون. يعني أمرات ممكن تشوف سيارة كاملة زي هيك على انكلاين سيرفيس بهذا الشكل حجر موقفة لو مرفوع الهاند بريك مثلا أو شيء زي هيك حجر موقفة. ليش؟ الآن راح نعرف ليش وإيش أهميتها. هاي هون طبعا الزاوية تيتا نرجع هون الشكل أوضح هاي تيتا هاي دبليو وهاي بي. الآن ستارت أول شيء ببلش فري بودي دايجرام للويج أولا عشان تحل هذا السؤال. عندك سؤال معين أو مسألة أو بروبلم معينة في الويج تعمل فري بودي دايجرام للويج بعدين تعمل فري بودي دايجرام للجسم. ليش؟ الآن لما تعمل فري بودي دايجرام للويج بتعرف لوين الفورسز الفريكشن اللي عليها واتجاههم. وكان في عندنا ويج بهذا الشكل راح نعرف انه اتجاه الحركة هون او اتجاه الامبندنج موشن لهون هو ما بيتحرك لانه فالفريكشن بدها تكون بعكس الاتجاه دائما موازي للسطح. هاي الاتجاه عكسه وهاي الاتجاه عكسه موازي للسطح. الان هون السر بالوج انه عليها فريكشن من تحت وفريكشن من فوق وهون هذا اللي بيعطيها الميزة الكبرى. هون بيعطيها ميزة انها تشيل وزن كبير مع انها ما بتقدر يعني بالعادة لكن هي شالت وزن كبير بيعطيناها لود صغير يعني هاي صغيرة. الان ترسم الفري بودي دايجرام لهون عشان لا تعرف مكان اتجاه الفريكشن وتعكسه على هذا الشكل. يعني صار في عندنا البي لهون واف 1 هون لو سمينا هذا السطح واحد هذا السطح اثنين هذا السطح ثلاثة ايش بكون عندنا؟ البي هون بتكون فريكشن طبعا ف اف 1 ومكان كل مكان بيلتقي فيه جسمين مع بعض نحط نورمال فورس رد فعل ان لفوق. الوجه غالبا بنسوا الويت تبعها بكون نيجلجبل لانه صغير كثير. طيب السطح اللي فوق اف 2 بهذا الشكل موازي للسطح ان 2 عموديه على السطح من فوق لتحت مو من تحت لفوق. خلصنا من الوجه. الان نستدل انه عند نقطة تلاقي الجسمين راح يكون في عنا نفس الفورسز ولكن اتجاهاتها مختلفة. الاف 2 نفسها الاف 2 ولكن العكس تماما والان 2 نفسها الان 2 ولكن العكس تماما. الان لو جمعنا هذول السطحين مع بعض راح يعطينا زيرو. اذا راح يكون ات اكوليبريم عند ذيك النقطة. عندنا ايضا هاي الاف 2 ان 2 دبليو لتحت له وزن طبعا هذا الجسم. الان 2 بهذا الشكل طبعا هون في جدار الجدار هذا راح يعملنا ان وايضا في فريكشن. الان الفريكشن كيف عرفنا انه لتحت؟ نحكي كالتالي الجسم هذا بده يتحرك لهون الفريكشن راح تكون منه لهون او خلينا على الحركه نفسها هذا الجسم يتحرك لفوق فاذا راح يدفع لجوا وهذا الجسم راح يطلع لفوق فاذا هذا الجسم راح تكون حركته لفوق احتكاك تبعه تكون اسفل اف 3. لو كان بي بعكس الاتجاه راح تكون اف لفوق. الان اهم شيء انه تحلل الوجه بعدين تشتغل على هاي او تتصور وين مكان الفورس وتتصور كيف اللود راح ينتقل من جسم الى اخر وكيف راح يتحرك عشان تعرف تحط الفريكشن. هاي الملاحظات نحكي انه كلياته impending motion زي ما مكتوب السؤال او بالشكل هيو impending motion. فبنحكي انه الاف بتساوي اف اس بتساوي ميو اس ضرب ان. وايضا زي ما هون نفس الملاحظه انه عند نقطه التلاقي بيكون متساويات الفورسز
متعاكسات بالاتجاه. الآن البيلد أناليسيس. بيلد أناليسيس الآن نشوف السيستم. نكون في عنا fixed surface, fixed curved surface. يكون في عنا surface بهذا الشكل سطح ولكنه fixed ما بيتحرك. يعني لو افترضنا انها جزء من دائرة بتكون ثابتة ثابتة موقعها. وهون في علينا في عنا البلت هاي اللي هو زي شريط ممدود بهذا الشكل. وهون في عنا tension من هون وtension من هون والموشن اوف امبندنج موشن لهون. هو معطينا اياها بالسؤال هياتها. فاذا راس السهم بيروح باتجاه تي 2 والتيل باتجاه تي 1. الان بنتعرف على اجزاءه. نعرف انه البيتا اللي هي جزء البيتا اللي هي الزاويه المركزيه لمنطقه الكونتاكت اللي بنسميها توتال كونتاكت سيرفيس. اهم شيء انه تحط بيتا بالراديان. راديان ايش يعني؟ يعني مثلا لو كانت 90 درجة اضربها في باي على 180 درجة او بتحولها على ال حاسبة. كيف نحول بالراديان على ال حاسبة؟ تمام. شفت قبل الامتحان يعني قبل ما تدخل الامتحان اي زاوية بتحط له اياها تكبسها بكون في عندك بتظهر عندك حرف الار فوق. ثواني بس هسه نشوف ايش بس. شفت مود حرف شفت مود أربعة اللي هي راديان عملها يكون في عندك مطار عندك حرف R صغير على رأس الشاشة من فوق. إيش معناه؟ إنه أي زاوية بتحطها على الآلة الحاسبة بتطلع لك إياها براديان. يعني لو حكيت ساين 90 درجة ساين 90 ما بيعطيك ساين 90 يعطيك قيمة معينة ونعرف ايش هي اللي تطلع معه 0.8 كذا. ولكن حط ساين الباي على 2 ساين باي على 2 يعطيك اياها 1. بس هاي المعلومة. الآن if the belt slips or is just about to slip then T2 must be greater than T1. T2 أكبر من T1 لأنه just يعني بده يتحرك لسه بده يتحرك impending motion. أو إنه إذا إنه تحرك أصلا يكون في عندنا motion فراح يتحرك لهون فبكون T2 أكبر من T1. إيش القاعدة اللي بتربطهم T2 و T1؟ نحكي T2 تساوي T1 ضرب E قسم U S ضرب بيتا. بيتا اللي هي الزاوية المركزية بالراديان والميو اس اللي هي coefficient of static friction. طبعا static لانه impending motion في هذه الحالة بس. والاي معروفة والتي 1 بتكون معطاة او بتكون من سيستم جاي من سيستم ثاني فانت بتوجد coefficient of static friction and contact distance. Example في عنا ويدج هون وسيرفس في هذا الشكل وسيرفس في هذا الشكل بنتهي هون. المطلوب منا انه نوجد قيمة P هاي. عمل بانه معطينا الويد تبع هاي معطينا ميو اس ميو اس لكلياتهم بين هذول السطحين بين هذول السطحين بين هذول السطحين يساوي 0.3. علما بانه الويدج ويت نيجليجبل. أنا هون في زي قفص كريت معلق على هذه الوجه أول إشي إذا بنلاحظ إنه ما فيش ولا أي بعد ما عطينا زوايا بس فيش أبعاد فإنه مباشرة راح نعرف إنه مش راح نستخدم المومنت إشي. وغالبا بس أنت وجه ما في مومنت ما بدك إياه يعني مش محتاج إشي. الفري بودي دايجرام لو نتصور تصور بداية راح نعرف إنه في عنا نبلش بالوجه هون راح نشوف إنه في لهون كده ال F1 هاي السطح اسمه D C B هاي F D وهون بتكون F C وهون في عندنا
ان دي وهون في عندي ان سي نحكي عن الوجه بنفس الاشي هون في عندنا على السطح هذا على الكريت اف سي و ان سي راح يكون ان بي ولكن الاتجاه هون راح يكون هاي مسحوبة لتحت الجسم هذا راح ينزل لتحت راح تكون عندنا ريفليكشن لفوق اف بي وهون نص 300 باوند هيك بشكل مبدئي ولكن لو اوجدنا لو شفنا كيف راح تطلع نفس الطريقة هاي قسم الجزء الاول اللي فوق اخذه طبعا هون بلشنا احنا برسم الفري بودي دياجرام ناخذ هاي لانه معنا اتجاه بي تبعها ان دي لفوق اف دي لفوق اف سي ان سي بي زي ما حطينا ان سي اف سي ان بي اف بي 300 باوند بس لو انه حللنا شوي هاي الاف دي نحللها هون هون علما بانه هاي الزاوية 15 نفسها نفس هاي اللي معطيك اياها هي هيك 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 هون 15 نفس الطريقة هيك هيك 15 اف دي كوساين 15 بهذا الاتجاه واف دي ساين 15 بهذا الاتجاه حللنا الاف دي بالاكس والواي والان دي بنفس الطريقة لفوق ان دي طبعا زي هيك نحكي ان دي لهون طبعا تقابل بالرأس 15 ان دي كوساين 15 ولهون كمان تيجي ان دي ساين 15 طبعا مذكور كلياتهم هون نرجع للشكل الاول او خلينا هون نتفرج على الشكلين مباشرة ونشوف الفري بادي دايجرام لها فري بادي دايجرام لها نعرف انه الاف هون عند اي مكان لي اف اس لكل منها يعني مثلا لو اجينا على اف بي بتساوي ميو اس اور ان بي والاف سي بتساوي ميو اس اور ان سي وهكذا ولكن نشوف هون في عنا unknown وهون unknown ولكن في بيناتهم معادلة فبنحكي عنهم unknown واحد هون في عنا unknown واحد وهون في unknown الثاني اللي هي اف سي وان سي يعني هون في two unknowns و two equations اللي هي مجموع اف اكس equals zero وهون في عنا هاي unknown اللي هو ان سي اف سي راح تصير دلالة ان سي وهون بنفس الطريقة ان دي واف دي اف دي راح تصير دلالة ان دي فاذا بيكون عندنا مجهول ثاني وفي مجهول بي مطلوب السؤال هون معادلتين مجهولين هون ثلاث مجاهيل بمعادلتين لذا ببدأ بهذا اسهل لي مجموع اف اكس ايكوالز تو زيرو ان بي ناقص ان سي ضرب بوينت 3 اللي هي اف سي بوينت 3 اللي هي ميو اس ان سي طبعا ناقص هناك يساوي زيرو فبكون في عندنا اول معادله المعادلة الثانية مجموع FY equals 0 NC ناقص 300 NC ناقص 300 زائد 0.3 ضرب MB اللي هي FB طبعا معادلة واحد ومعادلة اثنين بحلهم اللي هي بعوض مكان ال MB اللي هي هاي بعوض مكانها 0.3 ضرب NC المعادلة الجهة الثانية فبيطلع معنا قيمة ال NC 275.23 وال MB 275.23 ضرب 0.3 لأنه هيك هيك المعادلة بيطلع معنا 82.61 الآن أوجدنا مجهولين يعني NC و NB NC معنا فإذا هذول نعرفوا صار عندنا هاي نون نون هون في 1 unknown هون و 1 unknown هون في عندنا معادلتين مجهولين نكمل حللناهم هذولا للزوايا نعمل مجموع FY equals to 0 ليش؟ لأنه بكون في عندي هون مجهولين مجهول واحد عفوا بهذا الاتجاه بالواي أما هون راح يكون في عندي دلالة ND لأنه إذا بنلاحظ هون في عندنا ND sin
واف دي كوساين يعني ان دي بيناتهم مع البي. مش راح استفيد منها بداية، ولكن بالواي احسن. كل شيء عندي غير ان دي والان سي اللي لها قيمة. مجموع اف واي ايكوالز 0 ماينس ان سي لتحت زائد ان دي كوساين 15 زائد اف دي ساين 15، هاي 15 ساين 15 او اللي هي مباشرة في الفضاء يساوي 0. بعوض قيمهم اللي هي ان دي، الان انا ماخذ عامل مشترك هون، الان دي ماخذها عامل مشترك، يظل كوساين 15 وهون 0.3 ضرب ان دي ضرب ساين 15، وباخذ ان دي بظل 0.3 ساين 15 اللي هي وهاي، وهون ان سي باخذها مباشرة من اللي قبله تطلع اللي كانت سالب، اللي هي عفوا موجب 275.2 لكنها سالب هون، والان دي تطلع معي قيمتها 263.7. مجموع اف اكس ايكوالز 0 بنفس الطريقة اف سي اللي هي هاي زائد اف دي كوساين 15 ناقص ان دي ساين 15 ناقص بي، اف سي ناقص بي. بعوض قيمهم زي ما هم 0.3 ضرب 275.3 زائد 0.3 ضرب 263.74 كوساين 15 ناقص 1.3 معي اف دي مش ان دي ناقص 263.73 ساين 15 equals to بي، بي بتساوي 90.734. هاي هي مطلوب. الان في عنا مثال كالتالي، في عنا جسم A وجسم B في بيناتهم سيرفس بهذا الشكل، الزاوية بينهم 20 درجة، الويت تبعها 50 باوند وهون 30 باوند، وهون في عنا رف تكستشر ميو بينها وبين البوكس A وهذا التكستشر وهذا السطح عفوا 0.4 ميو بي A 0.6. وهون في عنا لو نلاحظ انه هون في عنا سلندر مربوطة حبل بهذا الشكل منطلقة من هاي النقطة اللي على الجسم بي، وهون في عنا بيلت سيستم ميو اس تبعه 0.5. المطلوب بده smallest weight of cylinder اللي محطوطة at D which will cause the loss of equilibrium، يعني بدنا اقل ويت لهاي الدي انها تضيع اكوليبريم وبطل في عنا اكوليبريم بهذا السيستم. الان بس لو نتصور طريقة الحل، اول اشي مش راح نقدر نتعامل مع السيستم وهو مربوط بهذه الطريقة. لو اخذنا ممثل عن هذا الحبل كلياته، مش كلياته بس عن هاي النقطة، لو قطعنا من هون قطعنا الحبل من هون بصير عندنا هون قيمة P، قيمة معينة اللي هي بي فورس معين، نوجدها. بعد ما نوجدها نوجد قيمتها هون تكون كلياتها بي، هون في بي وهون في قيمة ثانية اللي هي الويت. بين البي والويت في قاعدة تربطهم اللي هي تي 2 تساوي تي 1 اي اس بيتا ميو اس. الآن نطلع بي، ولكن مش هون المشكلة، المشكلة انه كيف راح نخسر إكوليبريم، يعني بدنا كيف راح يفشل السيستم. راح يفشل السيستم بطريقتين، يا انه الجسم AB جسمين AB نعمله كجسم واحد بيروحوا كلياتهم بهذا الاتجاه مع بعض، يا انه B بينزلق عن A وبتركه وبروح بهذا الاتجاه. لذا راح نعمل سنتين، راح نعمل two cases، الكيس الأولى إنه يتحركوا مع بعض، والكيس الثانية يتحرك كل واحد لحاله أو يتحرك B لحاله عفوا ويترك A، ونشوف أياها بتعطينا أقل B، لأنه أقل B يعني أكيد راح تعطينا أقل W هون. الآن نشوف الكيسز، بيحكي إنه في حالتين إنه both block slide together، block B slides over the block A، هذول الحالتين. نجرب الحالة، نشوف الحالة الأولى. الحالة الأولى إنه حكينا صندوق واحد راح يكون
يعني بنعتبره كتلة واحدة، الويت تبعها 80 زائد 50، 30 زائد 50 80. نحكي هون اتجاههم هون طبعا بي، وهون الفورس من سي الى اي، سي اي سميت هاي انا سي السطح، سي هون هون اي هون بي. الان نعملهم كجسم واحد والنورمال عليه نفسه ان اي ان سي اي. يكون في عنا هون النون واحد اللي هي دلالة هاي اللي كونه ميو اس طبعا امبندنج موشن، يكون هذول متغير واحد اللي هو دلالة ان اي سي او سي اي، وفي عنا هاي معادلتين متغيرين بتنحل بكل بساطة. شوف كيف حلها، مجموع اف واي ايكوالز تو زيرو، نحكي انه ان اي سي ان اي سي ناقص 80 لتحت اللي هو الويت 80، بيطلع ان اي سي او سي اي 80 باوند. مجموع اف اكس يساوي اف سي اي، حكينا من هون اللي هي 0.4 الميو تبعها 0.4 بين السطحين، معطيني اياها في السؤال 0.4. يكون في عنا الاف سي اي ان سي اي ضرب 0.4 بتساوي ناقص بي اتجاه الثاني. بصير في عنا بي بتساوي 32 باوند. انتهى الكيس 1، طلعت معنا 32، احفظها 32 بي 1. الحالة الثانية انه يكون في عنا البي بيتحرك على الاي، نشوف كيف البي او الـ عفوا بس في خطأ بالتسميات، وهي A وهي B، ولكن الفوق راح يتحرك على اللي تحت. نشوف ايش كيف راح يكون في body diagram تبعه. نحكم هون في عنا هون F B A هون N B A، في عنا 50. هاي هي، ما في غير هيك، ولكن هون بس هون في مشكلة صراحة بالرسم، انه هاي 30 يعني هون 30 هون 50 وعن هاي 30 باوند. فبكون عنا 30 لتحت اتجاه 30، وهون هاي تساوي 20 درجة. يكون في عنا ال اف بي اي اللي حكيناها الاول هيك كانت جاية، والان بي اي لفوق في عنا 30. فبنحكي مجموع اف واي مجموع اف اكس، ننزل شوي في الحل، هاي بي اوفر. نحكي ان بي اي كوساين العشرين مجموع اف واي هاي العشرين 20 درجة. نحكي ان بي اي كوساين العشرين لفوق تكون زائد 0.6 ان بي اي اللي اف بي اي هاي طبعا 20 ساين العشرين ناقص 30 لتحت، فبيطلع معنا الان بي اي مباشرة تطلع 26.2. مجموع اف اكس ايكوالز تو زيرو، ايضا نحكي سالب بي لهناك زائد 0.6 في 26.2 كوساين 20 ناقص 26.2 ساين 20 هي ناقص بي زائد 0.6 طبعا هون بيناتهم 0.6 الميو بيناتهم 0.6 في 26.2 اللي هي الام بي اي ميو، هاي الاف بي اي بتساوي ميو بي A ميو اس، عفوا البي اي ميو اس بي اي، و ان
3.6 ضرب ام بي اس 20.2 ناخذها كوساين لهون تصير هاي ناقص 26.2 ساين 20 اللي هيتها راح تعملنا بالناقص هون ناقص ام بي اي ساين 20 فبكون عندنا بي تساوي 5.812 باوند. الآن صار في عندنا قيمتين البي قيمة لما يكون الجسم كلياته بتحرك كسيستم كلياته بتحرك كجسم واحد أو إنه الجسم الفوقاني بيتحرك على اللي تحت. إيش رح نختار بيناتهم؟ رح نختار اتفقنا إنه إذا البي الأقل هي راح تكون the least waste أقل waste أو smallest p smallest weight للسلندر. نحكي إنه 5.8 للثانية أصغر من 32 إذا راح نعتمد عليها أو راح تحدث في البداية. الآن صار في عنا السيستم زي هيك نزل نشوف كيف إنه في عنا هاي البيلد وهاي في عنا تي 2 اللي بتمثل لي W هون في عندك تي 1 اللي بتمثل لي ال P لأنه هيك كان الصندوق هيك كان الجسم هيك هون السلندر هاي من هون لهون كل التنشن اللي عليها قيمته الويت هاي وهون كل التنشن اللي عليها قيمته ال P هاي فإذا هاي نفسها هون P وهون W فبكون في عنا W تساوي P E سميو بيتا. أنا إيش المشكلة؟ المشكلة إنه P طلعناها ميو طلعناها أو موجودة معنا كان 0.5 كان هون ولكن البيتا كم قيمة البيتا؟ البيتا اللي هي حسب التعريف البيتا حكينا إنه هاي في عنا دائرة وال اللي هي الزاوية المركزية المقابلة للكونتاكت وفي سيرفس هي هياتها هاي من هون لهون هاي كلها المنطقة اللي بيلتقوا فيها الحبل مع بيلت هاي فبكون في عنا هاي الزاوية المركزية قيمتها كم؟ 90 درجة ليش أنا بغطي ربع دائرة؟ بغطي ربع دائرة فإذا ربع الدائرة بكون 90 درجة طبعا بالراديان بتكون باي على 2 او بتقدر تحكي 90 في باي على 180 اللي باي على 2 كمان فبكون في عنا نعوض مباشرة ناخذ اقل بي ال 5.812 في اي 0.5 ضرب اللي باي على 2 ويساوي 5 في كذا ضرب اي اس 0.5 كانها يو تصير باي على 4 وضربهم ببعض بيطلع معنا 12.747 باوند وهي قيمة أقل ويت للسلندر عشان يخل بالسيستم.